بروتين عباره عن اكله كنديه، اتوقع اني وايد راح احبها لان ما فيها ولا شيء غريب وكل مكوناتها احبها، بس ما قد جمعتها في طبق واحد. تقصص البطاط لاصابع وصب فوقه ما يبارد، خليه يطلع منه النشا. نفس الوقت ابي مرقه لحم اللي كنت مسويها لمده 48 ساعه، اذوبه على النار في جدر هناك، بعدين اقليهم بالزيت. قبل لا ياخذون لون اشيلهم من الزيت واحطهم بالفريزر. بالنسبه حق الجريفي، هذا مرق اللحم، لما يذوب احط فوق الروب شويه صويا صوص وشويه ملح لاني ما حطيت فيه لما سويت المرق. ارد اطبخ البطاط بعد ما صار بارد اخر شيء. لما يصيرون وايد كريسبي اطرافهم تبي تصير بنيه اشيلهم من الزيت. بعدين ابي جبن شدر، نتف الجبن كذي بيدي لقطع اصغر، بعدين اكورهم بيدي. ادري انه شوي غريب لكن بالاكل الصجيه يستخدمون شيء اسمه تشيز كيرد، هو نفس الجبن بس على اشكال بيضاويه ومو مرتبه. يمكن اقدر ادخلهم الفرن شوي عشان اطرافهم تذوب ويمكن يصيرون نفس الشكل اللي ابي. اي مع الفرن صار شكله احسن نفس ما ابي تقريبا، اشكالهم كذي عشوائيه ومرتبين. حط البطاطا في الصحن ورشه ملح وبهار. قلب عدل. الله الريحه. بطاطا كريسبي. احطها هنا. فوق الجبن اللي حسافه ذا وايد. فوقها صب الجريفي وبس تكون جاهزه الاكله. فيها بطاطا وجبن وجريفي. زياده صوص.